يعني في خطاب الذكرى 47 للمسيرة الخضراء ركز صاحب جلالة الملك محمد السادس على أهمية أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وبالمناسبة يحضر معي أحمد أبو لاجي وهو أستاذ جامعي من نيجيريا كان مشاركا في الملتقى الدولي لعيون الأدب. أهلا وسهلا بكم أستاذ. مرحبا بكم. أنتم لاحظتم التنمية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية وتابعتم الخطاب الملكي، كيف ترون ذلك؟ في الحقيقة نحن وصلنا إلى مدينة العيون منذ 4 أيام، وخلال الجولات الكثيرة التي قمنا بها في مدينة العيون ما ورد في كلمة جلالة الملك اليوم من جانب التنمية. نحن بأنفسنا شهدنا مناظر عمرانية وتنموية مختلفة إلى درجة أننا فيما بيننا ناقشنا إذا جاء الواحد إلى هذه المدينة وقيل له إن هذه المدينة هي عاصمة المغرب العربي لا يكاد ينكر ذلك، لأن الجوانب العمرانية التي لاحظناها في مدينة العيون هنا لا تكاد تختلف عما يلاحظ في بعض العواصم في بعض الدول الإفريقية. الجانب التنموي هنا في الحقيقة متقدم جدا، أسأل سبحانه وتعالى أن يزيد تأييده لجلالة الملك. وفي الجانب الثاني المتعلق بالمشروع العملاق الذي تم الاتفاق عليه بين المغرب العربي ودولة نيجيريا، حقيقة مثل ما وردت الكلمة أو مثل ما ورد في كلمة جلالة الملك التركيز على هذا المشروع العملاق، كذلك الحكومة النيجيرية هذا المشروع العملاق هو القضية المركزية التي تتحدث عنها الحكومة النيجيرية تحت قيادة الرئيس محمد بوهاري ليلة نهارا، لأنه مشروع يتوقع منه خير كثير على الصعيد السياسي والاقتصادي، ليس بين الدولتين الشقيقتين المغرب ونيجيريا وحسب، وإنما بين جميع دول إفريقيا جنوب الصحراء، تلكم الدول التي ستمر أنابيب الغاز عن طريقها قبل وصولها إلى المغرب العربي هنا. حقيقة تركيز جلالة الملك على هذا المشروع الضخم أثلج صدورنا كثيرا وأكد لنا متانة العلاقة التاريخية والاقتصادية والسياسية بين الدولتين الشقيقتين. وهذا في الحقيقة لا يستغرب على جلالة الملك لما عرف عن أجداد جلالة الملك من الاهتمام بشأن الإفريقي. نتوقع في المستقبل القريب العاجل جدا أن يثمر هذا المشروع الضخم عما يتوقع منه من التطويرات الاقتصادية في المنطقة. شكرا أستاذ أحمد أبو لاجي من نيجيريا. بارك الله فيك.